عايز احكي لك شويه عن مفهوم السياده المصريه اللي الحقيقه انا ما بقتش فاهمه. هو السياده المصريه دي يعني هي مازوره بتتفصل على مقاس قضايا معينه، ولا هي السياده اللي احنا عارفينها اللي احنا فاهمينها انه في دوله بتتعدى على حدودك فده تعدي على سياده الدوله، ان في مش عارف ايه بيحصل فين فده تعدي على سيادة الدولة، ان في حد بيقول لك اعمل وما تعملش فده تعدي على سيادة. يعني مفهوم سيادة الدولة ده الحقيقة انا مش قادر افهمه. النظام المصري عودنا العشر سنين اللي فاتوا انه لو هيومن رايتس ووتش طلعت بيان بيتكلم عن حقوق الانسان فده تعدي على سيادة الدولة، انه الخارجية الامريكية لو طلعت بيان فده تعدي على سيادة الدولة، انه البرلمان الاوروبي يا مؤمن من ثلاث ايام لما اتكلم على احمد طنطاوي وهشام قاسم طلعوا مصطفى بكري ونعقة الديهي وقال لك السيادة الوطنية ولن نسمح ولن نسمح والكلام ده كله، ودي سيادة الدولة يا جماعة. وفعلا لقيت ناس بتتكلم على مواقع التواصل انه ايوة ده تدخل اجنبي في سياسة الدولة وده امر غير مقبول. اوكي تمام. بعدين امبارح لقيت بيانات نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية بيقول لك ان مصادر رسمية مصرية بتقول ان التعدي على سيادة الدولة المصرية امر ممنوع وغير مقبول ولن يحدث، وبتحذر من التعدي على السيادة المصرية وبتقول ان الحدود بتاعتنا مش مستباحة. افهم انا ايه من اخر جزء ده؟ ان الدولة المصرية النظام المصري لديه موقف واضح في توتر على الحدود الشرقية، تمام، مصر شايفة ان هم طرفين مساوية بينهم، اوكي ما بتكلمش معاك في ده، وبتحذر الجميع ان التعدي على حدودنا ده خط احمر، وان حدودنا مش مستباحة، وانه ما ينفعش تتعدى على السيادة المصرية. بصراحة ده كلام عدى العيب، ده كلام محترم، ده كلام وطني، ده كلام المفترض يصدر عن اي سلطة بتحكم بلد بحجم مصر. جميل، يبقى احنا هنا متفقين في البيانات المصرية اللي صدرت تتحدث ان الحدود ليست مستباحة وانه لا يجب التعدي على السيادة الوطنية. تمام جدا، كويس قوي. طيب معلش بقى نشوف مجموعة الاخبار دي كده، عشان بس الاخبار دي انا مش عارف الحقيقة هي تتحط في انه سياق. يعني طلعوا لنا كده خبر قناة العربية لما نشوف: بعد تدمير الغارات الإسرائيلية جزءا منه مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى. بقول لك ان مصر اغلقت المعبر لما ثلاث مصادر أمنية قالوا ان في قصف حصل على المعبر الحدودي بتاع رفح ما بين قطاع غزة وسيناء، وقالوا ان المصادر الأمنية دي الضربة تأتي في ظل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. طيب انا مش هعلق دلوقتي، انا بس هنمشي واحدة واحدة كده ونشوف الاخبار بتقول ايه. الخبر اللي بعده: سكاي نيوز الإماراتية بتقول للمرة الثانية إسرائيل تقصف معبر رفح بين غزة ومصر. قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفيما أو وفق ما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، وذلك في اليوم الرابع من الحرب الذي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس. جميل، سكاي نيوز الإماراتية شايفة أنها حرب. طيب مصدر مصري قال ان معبر رفح تعرض للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام مصرية ان الضربة دمرت مدخل المعبر وهو المكان نفسه اللي تعرض للقصف يوم الاثنين. جميل جدا. بعدين ده كلام سكاي نيوز. بالمناسبة من ساعة مدى مصر نشر ان المعبر اتقصف للمرة الثالثة. يبقى احنا دلوقتي واحنا بنتكلم 10 اكتوبر 23 الساعة 8 الا تلت بتوقيت القاهرة، من ساعة فاتت يبقى كده معبر رفح المصري، الحدود المصرية، السيادة الوطنية، الحدود اللي هي مش مستباحة، تم قصف المعبر ده ثلاث مرات في 24 ساعة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعبر من هذا المعبر في خلال ثلاث أو أربع أيام فلسطيني واحد نازحا أو فارا بنفسه أو مصابا أو أي حاجة. خلي بالك عشان النقطة دي مهمة قوي. في أربع أيام من الحرب أو من العدوان الإسرائيلي أو سميها زي ما تسميها، لم يعبر فلسطيني واحد، لم ينشر خبر أن فلسطينيا واحدا قد لجأ إلى معبر رفح كي يمر منه إما مصابا أو نازحا أو لاجئا أو طالبا للعون أو أي حاجة.
ما حصلش يا جماعة، ما قريناش الكلام كويس ان الحدود بتاعتنا مش مستباحة، وانه الحدود للسيادة الوطنية المصرية على اعلى مستوى بيحترموه. الجانب الاسرائيلي بقى، الاحتلال الاسرائيلي عمل ايه؟ الاحتلال الاسرائيلي قصف لك المعبر 3 مرات وخرج المعبر بره الخدمة. السيادة الوطنية وحدودنا مش مستباحة. ايوه باشا، ما هو انت لما قلت الكلام ده اسرائيل قصف 3 مرات، طب انت ما طلعتش اكدت على الكلام ده ليه؟ لا ما انت مش فاهم، ما انا عايز افهمك الكلام ده بيتقال للفلسطينيين، ده مش للاسرائيليين. تعال نشوف كده الحكاية بتاعت السيادة الوطنية مع معبر رفح والتصريحات الإسرائيلية، لأنها مهمة قوي. وزير الدفاع الإسرائيلي خرج من يومين، نشوف مع بعض كده التفاصيل اللي هتطلع في الاستعراض المعلوماتي الجاي ده. وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فرض حصار شامل على قطاع غزة، وقال نحارب حيوانات بشرية وسيتم قطع الماء والكهرباء والوقود، وبالتالي لا يوجد طعام أيضا سيذهب إلى قطاع غزة. نفذ الراجل وزير دفاع دولة الاحتلال فعلا تهديده. بدأت إسرائيل في قصف عنيف على غزة، حوالي 830 شهيد و 4000 جريح، وقطعوا المية والكهرباء والأكل والوقود عن القطاع. هنا خرجت مصر اتكلمت على فكرة ايه؟ على فكرة يا جماعة ان احنا عندنا سيادة، وان احنا عندنا يعني الحدود بتاعتنا مش مستباحة. اهو مصادر رفيعة للقاهرة الإخبارية أعلنت أن السيادة المصرية ليست مستباحة، وحذرت من دعوات النزوح الجماعي من قطاع غزة. بعض وسائل الإعلام المصرية حذرت من المساس بالسيادة اللي هي مفهومها عندهم دعوات نزوح جماعي من قطاع غزة. إيه اللي حصل؟ مفاجأة، قامت إسرائيل قصفت لهم المعبر التابع للسيادة المصرية والحدود الغير مستباحة 3 مرات في 24 ساعة. ايه رأيكم يا جماعة؟ حلوة السيادة بتاعتنا؟ لم يخرج اي بيان حكومي او اعلامي مصري يستنكر او يقول ايه اللي حصل. مصر بلغت حماس ان اسرائيل هددت بقصف معبر رفح، ده وفقا لوزارة الداخلية في قطاع غزة. اسرائيل قصفت المعبر تاني النهاردة الساعة 1:30، لم يصدر أي بيان مصري، ثم قصفت المعبر ثالث من ساعة فاتت وفقا لخبر مدى مصر. يبقى احنا هنا بنتكلم على سيادة وطنية منتهكة من قبل دولة الاحتلال، بنتكلم على حدود مستباحة من قبل إسرائيل، وبنتكلم عن عدم نزوح فلسطيني واحد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو الحدود المصرية. وده الحقيقة بيفكرني بحاجة أنا أكره إن أنا أتذكرها، لأني كنت بشعر بالعار وقتها، وكل ما بتذكرها بشعر بالعار أن تصريح كهذا صدر عن مسؤول مصري في 2008 وقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو ما عرف إعلاميا بحرب الفرقان. خرج وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اللي أعلنت سيبي ليفني رئيسة الحكومة الإسرائيلية الحرب من القاهرة وهي معاه، لما قالت إناف إز إناف، وبعدين فوجئنا وهي موجودة إن القصف اشتغل. طلع أحمد أبو الغيط قال اللي هيعدي أو هيخطي الحدود المصرية من قطاع غزة هكسر رجله. أنا الحقيقة مش عارف هل الدبلوماسية المصرية بيعلموهم في الدبلوماسية المصرية في وزارة الخارجية انه يا ابني التعدي على السيادة الوطنية بتاعتك من الحدود الشرقية هي فلسطين، يعني ان فلسطين يعدي، انما لو اسرائيل قصفت لك المعبر ده بردا وسلاما. انا الحقيقة مش قادر افهم ده. يعني انا قلت لك في الاول البيان بتاعك بيان وطني خالص، ايوة السيادة الوطنية خط احمر ولا يمكن المساس بيها، جميل جدا، انما فكرة ان اسرائيل تضرب لك المعبر 3 مرات في 24 ساعة، ما يطلعش واحد في الانتاج الاعلامي يتكلم، ما يطلعش واحد على حسابه على تويتر يتكلم، ما يطلعش المتحدث العسكري يتكلم، ما يطلعش وزير الخارجيه يتكلم، ما يطلعش رئيس الدوله يتكلم. الحقيقه دي قله قيمه. الحقيقه دي قله قيمه، ده عدم احترام للسياده الوطنيه. ده في كده ان انت مسلم اكتاف قدام اسرائيل وبتقول لهم ايوه حدودنا مستباحه، اضربوا معبر رفح كمان. يا جماعة ده أمر ملوش علاقة بأي حاجة غير إن أنت إنسان غيور على بلدك.
انسان بتشعر ان انت لا السيادة المصرية النهاردة تم انتهاكها 3 مرات. مصر دولة كبرى وشقيقة كبرى تفتح المعبر، وهنتكلم كمان شوية عن الدور المصري في الوقت اللي زي ده، لانه احنا لم نعهد ان هناك حالة نزوح جماعي من اهالي غزة. اهالي غزة بيبقوا محتاجين بعض الحاجات هنتكلم عنها كمان شوية، انما لما تكلمني عن السيادة الوطنية وتسيب الاحتلال يعبث بحدودك ويقصف المعبر الرسمي ليك مع القطاع 3 مرات من غير بيان رسمي من غير إدانة، الحياة ده أمر يعر أي حد، يعني ده أمر مزعج لأي حد. طيب النقطة اللي بعد كده، طلعت إسرائيل وهددت، مش بس قصفت لك المعبر، لا ده مرمغت وشك في التراب لمؤاخذة، هددتك بضرب أي شاحنات مساعدات. نشوف الخبر كده مع بعض من موقع مدى مصر، أو ده النشرة بيقول: إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات مساعدات تحاول الدخول إلى قطاع غزة. المصدر هي القناة 12 الإسرائيلية اللي قالت إنه هيتم ضرب أي مساعدات الحقيقة لو عملتوا الكلام ده، لو قربتوا من المعبر. مؤسسة سيناء بالفعل وثقت إنه تم عودة الشاحنات اللي كانت داخلة للمساعدات. هنا أنا وأنا بتكلم مع الزملاء لما شفنا الخبر، أن الخبر كان بيقول الرئيس السيسي يأمر بذهاب مش عارف شاحنات مساعدات، خدت الخبر بسرعة بعته لفريق الإعداد، الخبر ده لازم نتكلم عنه لأن ده فيه تحدي، لأن ده فيه كلام كويس، لأن ده حاجة مهمة جدا. وبعدين بعدها بعتولي الشباب خبر أنه مش عارف إسرائيل بتوقف الغاز اللي رايح من لأوروبا عن طريق مصر وتستخدم الأردن، وبدأنا نتكلم طب يا ترى في علاقة، طب هو في مشكلة، طب السيسي بياخد القرار ده وإسرائيل هددته، طب ده في تصعيد ولا لا. بعدين في الآخر لقينا الشاحنات راجعة، عبد الفتاح السيسي رضخ للتهديد الإسرائيلي. بس ده باختصار اللي حصل. فحتى الآن الموقف المصري مخزي. الموقف المصري هنا مش بكلمك لأن هم فتحوا معبر ولا قفلوه، أنا هنا بقول لك إن إسرائيل راكبة عليك ومدلدلة باللي بيحصل ده. بصراحة عيب يا جماعة، عيب. مصر أكبر من ده، مصر في الوقت اللي زي ده بيكون لها دور حقيقي، مصر بيكون لها كلمة، مصر مش بتاخد إذن من إسرائيل. ده لا يليق، ده أمر لا يليق. مصر يا صاحبة قرارها، في اعتداء على أهالينا في غزة، مصر بتقرر تعمل إيه، هنفتح المعبر، هنستقبل مصابين، هنعمل كذا. انما قصة ان معبرك يتضرب 3 مرات في 24 ساعة وان اسرائيل تهددك لو عديت مساعدات هضربها فتتحرك المساعدات، يجي اخبارية ان هم هيتضربوا تقوم مرجعهم، ده الحقيقة مشهد يعني من مشاهد العار اللي هتكتب في صفحات التاريخ، ان عبد الفتاح السيسي ورجالته رضخوا لاسرائيل في الايام الاولى من هذا العدو. معبر رفح الحقيقة يعني عليه كلام كتير قوي، عليه كلام كتير جدا. هل المفترض ان هو يفتح ولا لا يفتح؟ هل المفترض ان احنا نشوف المعبر مفتوح قدام الفلسطينيين بيدخلوا زي ما هم عايزين ولا لا؟ الحقيقة ان احنا عندنا مجموعة حاجات ليها علاقة بمعبر رفح، تعال نشوفها مع بعض. يعني معبر رفح ده المفترض ان هو يدخل من مصر لفلسطين ايه، ويجي من فلسطين لمصر ايه في الوقت اللي زي ده. تعالوا نشوف كده الاستعراض الجاي ده يمكن يوضح لنا منفذ الحياة المغلق بأمر الاحتلال الإسرائيلي عن معبر رفح. طلعوا لنا كده يا جماعة الصورة بتاعت معبر رفح اللي هو بيتكلم عن ايه الحاجات المفروض تيجي من فلسطين لمصر ومن مصر لفلسطين. طيب في الوضع اللي احنا فيه ده اهالينا في فلسطين بيكونوا محتاجين ان هم ينقلوا المصابين، صح؟ يعني لو انت عندك مصاب بينقلوه لمستشفيات مصرية طالما الكهرباء والمية قطع. بالمناسبة انا كنت في قطاع غزة في مارس 2012 وشفت مستشفى الشفاء
الكهرباء لما بتقطع فيها ايه اللي بيحصل؟ الحضانات والولاد اللي بيموتوا والكلام ده. ومدير المستشفى كان بيحكي لنا هو في حالة تأثر شديد جدا، وبالتالي قطع الكهرباء في وقت زي ده بيكون مشكلة كبيرة جدا، بيكون أزمة كبيرة جدا. عشان كده مصر دلوقتي لازم تفتح المعبر. أنا مش عارف مصر تفتح المعبر إزاي بعد ما إسرائيل قصفته 3 مرات وبعد ما رجع الشاحنات، لكن أنا بكلمك على الصح المفروض يتعمل، إنه في الوقت ده المفترض المعبر يكون مفتوح لاستقبال الحالات الحرجة وإسعاف الجرحى والمصابين، ولو في إجلاء للنساء والأطفال والشيوخ. فده الحقيقة المفروض اللي يتم، وده اللي أهالينا في فلسطين محتاجينه دلوقتي. أنا يعني الضيف اللي كان معانا من شوية الدكتور خالد الترعاني، وأنا بأكد الحقيقة على كلامه، أهالي قطاع غزة لا ينزحوا ولا يهربوا ولا يتركوا أرضهم. فالجماعة اللي في مدينة الإنتاج اللي متخيلين هم أصل جايين يستوطنوا غزة، أصل سينا، أصل جايين مش عارف كذا، ربما يكون هناك مخطط إسرائيلي إن هم عايزينهم يتنقلوا في سينا والكلام ده، دي قصة تانية. لكن أنا بكلمك يعني لم يفتح قطاع غزة ولا مرة قبل كده بالشكل المطلوب. يعني مرة في 2008 فتحوا المعبر رفح، وأنا فاكر أيامها اتفتح لمدة 2 أسبوع، الناس دخلت خدت بضايع واللي تعالج واللي عمل والكلام ده، وبعدين رجعوا أرضهم تاني. يعني ما قريتش ايامها في 2008 ان في مثلا ناس دخلت هربت في مصر وخلاص، وقالت له خلاص مش راجعين. يا جماعه الناس بترجع. فالقصه اللي احنا محتاجينها دلوقتي من السلطات المصريه العاجزه الفاشله التي مرمغت السياده الوطنيه في التراب تحت اقدام الاحتلال الاسرائيلي عندما صمتت وخرست امام قصف معبر رفح 3 مرات في 24 ساعه، وأعادوا قوافل الإغاثية اللي بعتها السيسي أعادوها خوفا من تنفيذ إسرائيل تهديدها بضرب أي شاحنات مساعدات. أنا للأسف بطالب السلطات دي اللي أيوة أنا بحكي عنها العار ده، إنها تعمل الثلاث حاجات اللي قصاد حضراتكم، تستقبل الحالات الإنسانية العاجلة، تساهم في إجلاء النساء والأطفال والشيوخ، تسمح بإسعاف الجرحى والمصابين. بالمناسبة اللي أنا بقوله ده ألف به إنسانية يا جماعة، ده ألف به إنك تكون بني آدم، ألف به إنك تكون بني آدم. لما جارك بيتم قصفه ومتحاصر ومقطوع عنه المية والكهرباء والأكل والوقود، يا راجل أنا لا بكلمك بدافع عروبي ولا دافع قومي ولا دافع إسلامي ولا بكلمك بأي حاجة، بكلمك بدافع إنساني. كونك إنسان تشعر كما يشعر أي إنسان آخر، فواجبك في اللحظة دي إنك تروح على المعبر وتدي تعليماتك وتتكلم مع إسرائيل إنه مش هتقربوا من حد داخل ولا هتقربوا من حد من عندنا رايح، ويكون الكلام قاطع طالما أنت الدولة الكبيرة، طالما أنت الدولة اللي ليها دور. أما بقى لو أنت الدولة اللي عباس كامل بيتصل بنتنياهو من 10 أيام بيقول له خلي بالك في عملية هتحصل، فخلاص كده على معبر رفح وعلى مصر السلام يا جماعة، محدش يرجو من هذه البلد خيرا طالما الجماعة دول بيحكموها. فلو انت هتتعامل كإنسان بخلافك مع أي حد موجود في فلسطين، بخلافك مع أي حاجة، لكن لو هتتعامل كإنسان فاسمع اللي أنا بقوله لك ده وروح اعمله. لكن لو هتتعامل كعباس كامل اللي بيتصل بنتنياهو يحذره من العملية قبل 10 أيام، فخلاص يا عم ما تسمعنيش، الكلام ده مش ليك اصلا، وربنا يكون مع اهالينا في فلسطين. ايه المفترض على مصر لو بتتعامل كانسانيه انها تعمله دلوقتي؟ تعالوا نشوف الحاجات المفترض علينا كمصر ان احنا نعملها. ارسال مساعدات اغاثيه عاجله، ده امر طبيعي ان احنا نبعت ادويه ونبعت مساعدات لا علاقه بامدادات المياه والكهرباء، عربات إسعاف وأطقم طبية، صحفيين لتغطية الحرب، مسؤولين للتوصل لتهدئة. المفترض إن احنا كمصر يكون عندنا ده. وأنا هنا خليني أقول، أنا امبارح شفت أخبار إنه فريق القاهرة الإخبارية موجود في غزة، وأقول لحضرتك على حاجة، أنا كنت مبسوط جدا مع كامل اختلافي مع أحمد الطهري والشركة المتحدة والمخابرات العامة المصرية، كوني شايف صحفيين مصريين
موجودين في القطاع لابسين لبس مراسلي الحرب وواقفين يتكلموا والقصف والكلام ده، أنا شعرت إن ده دور مهم الحقيقة يعني، حتى لو ما فيش حد بيشوفهم. كان امبارح الاستاذ سليم عزوز بيقول لك الناس في الجزيره بيتفرجوا عليها ربع مليون في اللايف، العربيه مش عارف 100,000، مش عارف مين 50,000، والقاهره الاخباريه 200 واحد. حتى لو ده ومع كامل اختلافي معاهم، وجود مراسلين وانا بتمنى لهم السلامه، لان امبارح شفت ان القاهره الاخباريه مطلعه بيان وبتقول ان احنا بنحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤوليه وان احنا المراسلين بتوعنا امنهم وسلامتهم، اتمنى ليهم السلامه، ربنا يحفظهم ويسلمهم يرجعوا سالمين غانمين او يكملوا هناك في قطاع غزه في نقل الصوره ونقل الحقيقه ونقل ما يجري. فكل الامنيات الطيبه لفريق القاهره الاخباريه ولكل الحقيقه الصحفيين الزملاء اللي موجودين هناك، لأن العمل الصحفي مش جريمة، ولا يفترض أن يتم استهداف أي صحفي مراسل حرب أو مراسل قناة في مكان في مكتب أو في أي حد، ده عمل يفترض أن يحترم يعني. فبس دي كانت نقطة مهمة لازم أقولها، أنه أنا الحقيقة مبسوط أنه في فريق من القاهرة الإخبارية موجود هناك في قطاع غزة، وأتمنى لهم السلامة وأن ربنا يحفظهم ولا يتعرضوا لأي مشاكل يعني أو مخاطر. الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هنا اللي ليها علاقة بالإنسانية أكدت عليها الأمم المتحدة لما تحدثت عن موضوع الحصار الكامل لقطاع غزة، ده أمر غير إنساني ومحظور بموجب القانون الدولي. نشوف كده الخبر الجاي ده، إن الأمم المتحدة في بيان بتؤكد أن خبر الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بالقانون الدولي. طلعونا الخبر يا جماعة لو سمحت. طيب، الأمم المتحدة بتؤكد أن الحصار الكامل لقطاع غزة اللي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت يوم من الاثنين هو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. البيان أضاف أنه الحصار بيهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في قطاع غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى. أكد بيان الأمم المتحدة كمان أنه فرض حصار بيعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، وده أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. فلو أن عبد الفتاح السيسي ورجاله يحترمون القانون الدولي الإنساني فعليهم بسرعة فك هذا الحصار عن قطاع غزة والذهاب بمساعدات مباشرة للقطاع. فرق كبير قوي الحقيقة في الأربع أيام اللي فاتوا ما بين الموقف الرسمي المصري اللي أنا عمال أكلم حضرتك عنه في النص ساعة اللي فاتت مع بن رفح والكلام ده كله، وما بين الموقف الشعبي اللي ظهرت فيه بعض المؤشرات اللي بتقول لحضرتك إن الشعب المصري لا زال على عهده بهوى فلسطين، لا زال الشعب المصري على عهده بأن قضيته الأم هي فلسطين، وأن البوصلة الأساسية هي فلسطين، وانه مهما حصل من تطبيع وتضييق واعتقالات وتشويه وعلاقات ثنائيه بين النظام المصري وجيش الاحتلال، الا ان القضيه الفلسطينيه في القلب من كل مواطن مصري. ايه اللي حصل؟ تعال نشوف مع بعض كده اليومين اللي فاتوا الفرق ما بين مواقف رسميه للنظام عبد الفتاح السيسي وما بين مواقف شعبيه للشعب المصري اللي بيقول للسيسي وعباس كامل انه مهما عملته هتفضل فلسطين هي فلسطين. تعالوا نشوف مع بعض الفرق ما بين الاثنين. على الصعيد الرسمي هناك إغلاق لمعبر رفح. عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية وفقا لتقارير إخبارية من أسوشيتد بريس ووكالة رويترز ويدعوت أحرنوت والمونيتور، كلهم أكدوا أن عباس كامل اتصل ببنيامين نتنياهو منذ 10 أيام وحذره أن هناك عمل يتم، عمل كبير أو حدث كبير يتم الإعداد له في قطاع غزة. بنيامين نتنياهو تجاهل هذا التحذير. بيان رئاسة الجمهورية المصري بيتكلم على أن احنا عايزين نحتوي الموقف ونمنع التصعيد بين الجانبين. السيسي لم يلقي بكلمة، اكتفى بمكالمة هاتفية مع محمد بن سلمان وقال التصريحات اللي قالها النهاردة الصبح اللي استعرضناها مع حضراتكم من شوية.
لم يصدر بيان شجب أو تنديد بالعدوان من أي جهة رسمية مصرية، لكن اتكلموا عن ضرورة وقف التصعيد من الجانبين. الحكومة المصرية حاولت إدخال بعض المساعدات الطبية للقطاع ده، خبر بتاع مدى مصر، لكن عادت الشاحنات دي زي ما قلت لحضراتكم من شوية. أبلغوا حماس بضرورة إخلاء معبر رفح لوجود تهديدات إسرائيلية بقصفه، وهو ما حدث بالفعل. قصفوا المعبر 3 مرات في 24 ساعة، لكن الحقيقة بنلاقي أنه رد الفعل الشعبي مختلف تماما. بيان الأزهر الشريف القوي جدا، وبالمناسبة يا جماعة موقع مدى مصر نشر النهاردة الصبح أن الرئاسة تواصلت مع الأزهر الشريف، أو الحكومة يعني تواصلوا مع الأزهر الشريف، وأبلغوهم امتعاضهم الشديد وغضبهم وعدم رضاهم عن البيان اللي الأزهر نشره يوم طوفان الأقصى بعد ساعات. والحكومة اعترضت على اللغة، قال لك اللغة شديدة شوية، كان المفترض نبقى أهدى من كده، كان المفترض نبقى أعقل من كده. ودعوا الأزهر لاستخدام اللغة العاقلة، وإنهم يتعقلوا وما يستفزوش غضب الناس ومشاعر الناس المستفزة أصلا، ولازم إن احنا نهدى شوية يا جماعة. وقالوا لهم الكفر بتاع صحيفة صوت الأزهر مش عاجبنا، ولازم نتحلى بالتعقل وبالمش عارف إيه. وبالمناسبة كمان الحكومة أو الرئاسة بلغت الأوقاف إن خطبة الجمعة اللي هي الجاية دي يكون النبرة فيها هادية جدا ومتعقلة جدا. ما هو انت عندك معبر بيتضرب 3 مرات في 24 ساعة، طبيعي ان الخطبة تطلع مدجنة يعني. فبس دي كان تعليق على موضوع بيان الأزهر الشريف. نرجع ليه ردود الفعل الشعبية. الأزهر الشريف الحقيقة كان بيانه متماشي مع الهوى الشعبي للشعب المصري. كمان خرجت مظاهرة داخل حرم الجامعة الأمريكية، وده يمكن للمرة الأولى منذ سنوات اللي بنلاقي جامعة في مصر بتخرج فيها مظاهرة ضد الاحتلال أو تضامن مع فلسطين. بعد كده كمان كان في الأمين الشرطة اللي طلع الطبنجة بتاعته وقتل عدد من السياح الإسرائيليين، وده بيقول إنه رد الفعل الشعبي دايما بيكون مختلف عن الرسمي. وطبعا ده بيعيدنا الى الجندي المصري محمد صلاح اللي تسلل داخل الحدود في الاراضي المحتله وقتل مجموعه من الجنود الاسرائيليين منذ عده اشهر. اخر حاجه كانت هتافات جمهور الاهلي في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الدوري في استاد برج العرب، وطبعا المخرج يعني تفتق ذهنه ان هو يقطع صوت الجمهور بسرعه لان هم كانوا بيهتفوا ايضا ضد الكيان، وكانوا بيتكلموا عن دعم فلسطين. فالحقيقة اللي عايز أقوله إنه دايما ردود الفعل الشعبية بتكون مختلفة تماما عن ردود الفعل الرسمية. ولا ننسى إنه النظام اللي قافل المعبر، النظام اللي بيتضرب المعبر وهو يعني في السلطة بيكلمنا عن السيادة، النظام اللي المعبر بيتم قصفه 3 مرات وهو ما بيتكلمش، نفس المعبر ده في 2012 لما بس كان في سلطة منتخبة فتحته على الأبواب كده، المصريين هم اللي راحوا مش الفلسطينيين اللي جم. الشباب المصري اتحرك، وأنا دايما بحكي القصة دي وهفضل أحكيها لأن دي إشارة مهمة يا جماعة. وقت ما الشعب المصري بيجيله فرصة بيعبر الحدود وبيذهب إلى قطاع غزة وبيتظاهر 600 شاب وفتاة أمام مستشفى الشفاء داخل القطاع، وبيهتفوا الهتاف التاريخي يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني. فالقصة انه مهما النظام طبع او بلغ الاسرائيليين بميعاد العملية او سكت على التعدي على السيادة الوطنية او جعل حدوده مستباحة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ده ملوش علاقة بالشعب المصري، ده ملوش علاقة بوجهة نظر الشعب المصري من الاحتلال الاسرائيلي، ده ملوش علاقة بوجهة نظر الشعب المصري من نضال الشعب الفلسطيني. دي حاجة ودي حاجة أتمنى إنه النظام المصري يفهمها. في الساعة دي الحقيقة هنتكلم عن موضوع تاني غير طوفان القدس، لأنه المشهد في مصر الحقيقة بينبئ بالطوفان. المشهد في مصر بينبئ بطوفان شعبي سيأكل الأخضر واليابس.
النظام المصري واضح انه بيعمل مع المصريين زي ما الاحتلال الاسرائيلي عمل في فلسطين 70-80 سنة اللي فاتوا. فنظام السيسي واخد الاحتلال الاسرائيلي قدوة ايدول وشغال بنفس الكتالوج، الضغط المستمر والانتهاكات المستمرة والتنكيل المستمر وغلق كل مساحة ولو ضئيلة للتعبير او التنفيس عن الغضب، وبالتالي بيحصل انفجار في الاخر غير متوقع او بيحصل طوفان اشبه بطوفان الاقصى. اللي بيحصل انه الفقرة دي احنا هنتكلم الاول عن جزء في توصيف للمشكلة. خلي بالك اللي حاصل في فلسطين هو قبلة نجاة لعبد الفتاح السيسي، الناس رجعت تتصل بيه، هو بيحاول يتدخل، هنشوف الكام يوم الجايين هيحصل ايه. لكن في ظل كل ده بتقبل المملكة العربية السعودية الا انها ترسل مجموعة من الرسائل المحرجة والفاضحة والكاشفة والضاغطة لعبد الفتاح السيسي، مجموعة رسائل في زحمة طوفان الأقصى واللي بيحصل. خرج عمرو أديب، الصناعة السعودية زي ما تركي الشيخ قال اللي بتروج لمشروعات تهم السعودية وتفيدها لأنك شغال في قناة سعودية، خرج عمرو أديب في فيديو حوالي 5 دقائق، آخر 30 ثانية في الفيديو عمرو أديب بينقل رسائل سعودية غاية في القسوة للنظام المصري. خلونا نشوف عمرو قال إيه. لو انتوا ناويين تسيبوا المشكله وتجروا ورا المؤامره يبقى يعني الله يرحمنا، سيبكم من فكره المؤامره وسيبكم من فكره هم ليه بيقولوا كده وهم متلميين علينا دلوقتي. لا، الحقيقه فعلا انه في مشكله، الحقيقه فعلا في تضخم، الحقيقه فعلا انه موضوع التعويم اللي هو تخفيض الجنيه المصري مطروح على الترابيزه مش من دلوقتي، من شهور طويله. ده كان جزء من اللي عمرو قاله. تعالوا نقرا مع بعض برضه عشان الناس اللي ما قدرتش تسمع اللي عمرو اديب قاله. قال لك سيبوا موضوع المؤامرة وليه دلوقتي، الحقيقة ان في مشكلة في تضخم، تعويم مطروح على الطاولة مش دلوقتي بس من شهور. عمرو طبعا في النص دقيقة قال مجموعة من الرسائل المهمة، وهي رسائل سعودية بالاساس بدأها عمرو من قصة الرد على المؤامرة، ان هو جماعة الناس كانت طالعة تقول تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني ده مؤامرة، اللي صندوق النادي بيعمله تصريحات كريستالينا جورجيفا عن التعويم ده مؤامرة، البرلمان الأوروبي مؤامرة، اللي مش عارف ستانلي مورجان الأمريكي مؤامرة، كل الجماعة متأمرين ضدنا والرئيس السيسي هيعمل ايه وكده. فطلع عمرو قال لهم لا، او طلعت السعودية يعني على لسان عمرو قالت لهم يا جماعة بقول لكم ايه، مفيش مؤامرة، انت عندك مشكلة اقتصادية، عندك لازم تعترف ان في مشكلة، لازم تعترف، سيبك من المؤامرة، سيبك من المؤامرة، المشكلة دي انت مش عارف تحلها، مش عارف تحلها، المشكلة دي اساسها ان الناس عايزاك تعوم، التعويم ده اصبح حل؟ الحقيقة لا مش حل. ليه؟ لانه بقى متأخر. ليه متأخر؟ لان مش عندك دولارات. طب ما عندكش دولارات ليه؟ لان ما عندكش دولارات. هتجيب دولارات منين؟ لازم تبيع اصول. هتبيع اصول عشان تعمل ايه في الاخر؟ عشان تجيب دولارات. ليه هتعمل ده؟ لانه مفيش حد هيديك حاجة. ده اللي عمرو اديب قاله باختصار، يعني شوية تلطيش كده على السريع. تعالوا نشوف مع بعض تحديدا الرسائل السعودية الجديدة لعبد الفتاح السيسي على لسان عمرو اديب. قال له مفيش مؤامرة على مصر، ما عندكش مؤامرة على مصر يا سيدي. طيب عندك مشكلة اقتصادية كبيرة لازم تعترف بيها، انت ما نفذتش شروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي هم بيضغطوا عليك كلهم عشان ايه؟ عشان تعوم الجنيه. لكن السعودية بتقول للسيسي انه دلوقتي تعويم الجنيه اصبح متأخر جدا ومش مجدي. ليه مش مجدي؟ لانه يا عبد الفتاح انت ما عندكش دولارات ولا تمتلك دولارات، وعندك ازمة كبيرة جدا في النقد الاجنبي. بعدين عمرو بيبلغ السيسي على لسان السعودية رسالتين. الرسالة الاولى انه الحل عندك تبيع الاصول بتاعتك بسرعة عشان تجيب دولارات، فلما تعوم يبقى عندك احتياطي نقدي كويس. والنقطة الاخيرة هو تأكيد للي بتقول السعودية من بداية السنة واللي قاله محمد الجدعان في منتدى ديفوس، لن يعطيك احد شيء، مفيش حد هيديك اي حاجة يا عبد الفتاح يا سيسي، السعودية مش هتديك ولازم تبيع الاصول ووضعك غاية في السوق. دي مجموعة رسائل سعودية على لسان عمرو أديب قالها لعبد الفتاح السيسي أول امبارح، ها النهاردة الصبح اللي استعرضناه مع حضراتكم من شوية.
لم يصدر بيان شجب أو تنديد بالعدوان من أي جهة رسمية مصرية، لكن اتكلموا عن ضرورة وقف التصعيد من الجانبين. الحكومة المصرية حاولت إدخال بعض المساعدات الطبية أما بن سلمان، وقال التصريحات اللي قالها النهاردة الصبح اللي استعرضناها مع حضراتكم من شوية. لم يصدر بيان شجب أو تنديد بالعدوان من أي جهة رسمية مصرية، لكن اتكلموا عن ضرورة وقف التصعيد من الجانبين. الحكومة المصرية حاولت إدخال بعض المساعدات الطبية للقطاع، ده خبر بتاع مدى مصر، لكن عادت الشاحنات دي زي ما قلت لحضراتكم من شوية. أبلغوا حماس بضرورة إخلاء معبر رفح لوجود تهديدات إسرائيلية بقصفه، وهو ما حدث بالفعل، قصفوا المعبر 3 مرات في 24 ساعة. لكن الحقيقة بنلاقي أنه رد الفعل الشعبي مختلف تماماً. بيان الأزهر الشريف القوي جدا، وبالمناسبة يا جماعة موقع مدى مصر نشر النهاردة الصبح ان الرئاسة تواصلت مع الأزهر الشريف، او الحكومة يعني تواصلوا مع الأزهر الشريف، وأبلغوهم امتعاضهم الشديد وغضبهم وعدم رضاهم عن البيان اللي الأزهر نشره يوم طوفان الأقصى بعد ساعات. والحكومة اعترضت على اللغة، قال لك اللغة شديدة شوية، كان المفترض نبقى أهدى من كده، كان المفترض نبقى أعقل من كده، ودعوا الأزهر لاستخدام اللغة العاقلة وإنهم يتعقلوا وما يستفزوش غضب الناس ومشاعر الناس المستفزة أصلا، ولازم إن احنا نهدى شوية يا جماعة. وقالوا لهم الكفر بتاع صحيفة صوت الأزهر مش عاجبنا، ولازم نتحلى بالتعقل وبالمش عارف إيه. وبالمناسبة كمان الحكومة أو الرئاسة بلغت الأوقاف إن خطبة الجمعة اللي هي الجاية دي يكون النبرة فيها هادية جدا ومتعقلة جدا. ما هو أنت عندك معبر بيتضرب 3 مرات في 24 ساعة، طبيعي إن الخطبة تطلع مدجنة يعني. فبس دي كان تعليق على موضوع بيان الأزهر الشريف. نرجع ليه ردود الفعل الشعبية. الأزهر الشريف الحقيقة كان بيانه متماشي مع الهوى الشعبي للشعب المصري. كمان خرجت مظاهرة داخل حرم الجامعة الأمريكية، وده يمكن للمرة الأولى منذ سنوات اللي بنلاقي جامعة في مصر بتخرج فيها مظاهرة ضد الاحتلال أو تضامن مع فلسطين. بعد كده كمان كان في الأمين الشرطة اللي طلع الطبنجة بتاعته وقتل عدد من السياح الإسرائيليين، وده بيقول إنه رد الفعل الشعبي دايما بيكون مختلف عن الرسمي. وطبعا ده بيعيدنا الى الجندي المصري محمد صلاح اللي تسلل داخل الحدود في الاراضي المحتله وقتل مجموعه من الجنود الاسرائيليين منذ عده اشهر. اخر حاجه كانت هتافات جمهور الاهلي في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الدوري في استاد برج العرب، وطبعا المخرج يعني تفتق ذهنه ان هو يقطع صوت الجمهور بسرعه لان هم كانوا بيهتفوا ايضا ضد الكيان، وكانوا بيتكلموا عن دعم فلسطين. فالحقيقة اللي عايز أقوله أنه دايما ردود الفعل الشعبية بتكون مختلفة تماما عن ردود الفعل الرسمية. ولا ننسى أن النظام اللي قافل المعبر، النظام اللي بيتضرب المعبر وهو يعني في السلطة بيكلمنا عن السيادة، النظام اللي المعبر بيتم قصفه 3 مرات وهو ما بيتكلمش، نفس المعبر ده في 2012 لما بس كان في سلطة منتخبة فتحته على الأبواب كده، المصريين هم اللي راحوا مش الفلسطينيين اللي جم. الشباب المصري اتحرك، وأنا دايما بحكي القصة دي وهفضل أحكيها لأن دي إشارة مهمة يا جماعة. وقت ما الشعب المصري بيجيله فرصة بيعبر الحدود وبيذهب إلى قطاع غزة وبيتظاهر 600 شاب وفتاة أمام مستشفى الشفاء داخل القطاع، وبيهتفوا الهتاف التاريخي يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني. فالقصة انه مهما النظام طبع او بلغ الاسرائيليين بميعاد العملية او سكت على التعدي على السيادة الوطنية او جعل حدوده مستباحة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ده ملوش علاقة بالشعب المصري، ده ملوش علاقة بوجهة نظر الشعب المصري من الاحتلال الاسرائيلي، ده ملوش علاقة بوجهة نظر الشعب المصري من نضال الشعب الفلسطيني. دي حاجة ودي حاجة أتمنى إنه النظام المصري يفهمها.
في الساعة دي الحقيقة هنتكلم عن موضوع تاني غير طوفان القدس، لأنه المشهد في مصر الحقيقة بينبئ بالطوفان. المشهد في مصر بينبئ بطوفان شعبي سيأكل الأخضر واليابس. النظام المصري واضح أنه بيعمل مع المصريين زي ما الاحتلال الإسرائيلي عمل في فلسطين 70-80 سنة اللي فاتوا. فنظام السيسي واخد الاحتلال الإسرائيلي قدوة أيدول، وشغال بنفس الكتالوج، الضغط المستمر والانتهاكات المستمرة والتنكيل المستمر وغلق كل مساحة ولو ضئيلة للتعبير أو التنفيس عن الغضب، وبالتالي بيحصل انفجار في الآخر غير متوقع، أو بيحصل طوفان أشبه بطوفان الأقصى. اللي بيحصل إنه الفقرة دي احنا هنتكلم الأول عن جزء في توصيف للمشكلة. خلي بالك اللي حاصل في فلسطين هو قبلة نجاة لعبد الفتاح السيسي، الناس رجعت تتصل بيه، هو بيحاول يتدخل، هنشوف الكام يوم الجايين هيحصل ايه. لكن في ظل كل ده بتقبل المملكة العربية السعودية الا انها ترسل مجموعة من الرسائل المحرجة والفاضحة والكاشفة والضاغطة لعبد الفتاح السيسي. مجموعة رسائل في زحمة طوفان الاقصى واللي بيحصل، خرج عمرو اديب، الصناعة السعودية زي ما تركي الشيخ قال اللي بتروج لمشروعات تهم السعودية وتفيدها لأنك شغال في قناة سعودية. خرج عمرو أديب في فيديو حوالي 5 دقائق، آخر 30 ثانية في الفيديو عمرو أديب بينقل رسائل سعودية غاية في القسوة للنظام المصري. خلونا نشوف عمرو قال إيه. لو أنتوا ناويين تسيبوا المشكلة وتجروا ورا المؤامرة يبقى يعني الله يرحمنا. سيبكوا من فكرة المؤامرة وسيبكوا من فكرة هم ليه بيقولوا كده وهم متلمين علينا دلوقتي. لا، الحقيقة فعلا انه في مشكلة، الحقيقة فعلا ان في تضخم، الحقيقة فعلا انه موضوع التعويم اللي هو تخفيض الجنيه المصري مطروح على الترابيزة مش من دلوقتي، من شهور طويلة. ده كان جزء من اللي عمرو قاله. تعالوا نقرأ مع بعض برضه عشان الناس اللي ما قدرتش تسمع اللي عمرو أديب قاله. قالك سيبوا موضوع المؤامرة وليه دلوقتي، الحقيقة ان في مشكلة، في تضخم، تعويم مطروح على الطاولة مش دلوقتي بس من شهور. عمرو طبعا في النص دقيقة قال مجموعة من الرسائل المهمة، وهي رسائل سعودية بالأساس. بدأها عمرو من قصة الرد على المؤامرة، ان هو جماعة الناس كانت طالعة تقول تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني ده مؤامرة، الصندوق النقدي بيعملوا تصريحات كريستالينا دورجيفا عن التعويم ده مؤامرة، البرلمان الأوروبي مؤامرة، اللي مش عارف ستانلي مورجان الأمريكي مؤامرة، كل الجماعة متأمرين ضدنا والرئيس السيسي هيعمل إيه وكلام. فطلع عمرو قال لهم لا، أو طلعت السعودية يعني على لسان عمرو قالت لهم يا جماعة بقول لكم إيه، مفيش مؤامرة، أنت عندك مشكلة اقتصادية، عندك لازم تعترف إن في مشكلة، لازم تعترف، سيبك من المؤامرة، سيبك من المؤامرة. المشكلة دي انت مش عارف تحلها، مش عارف تحلها، المشكلة دي اساسها ان الناس عايزاك تعوم، التعويم ده اصبح حل؟ الحقيقة لا مش حل. ليه؟ لانه بقى متأخر. ليه متأخر؟ لان مش عندك دولارات. طب ما عندكش دولارات ليه؟ لان ما عندكش دولارات. هتجيب دولارات منين؟ لازم تبيع اصول. هتبيع اصول عشان تعمل ايه في الاخر؟ عشان تجيب دولارات. ليه هتعمل ده؟ لانه مفيش حد هيديك حاجة. ده اللي عمرو اديب قاله باختصار، يعني شوية تلطيش كده على السريع. تعالوا نشوف مع بعض تحديدا الرسائل السعودية الجديدة لعبد الفتاح السيسي على لسان عمرو أديب. قال له مفيش مؤامرة على مصر، ما عندكش مؤامرة على مصر يا سيدي. طيب عندك مشكلة اقتصادية كبيرة لازم تعترف بيها، انت ما نفذتش شروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي هم بيضغطوا عليك كلهم عشان ايه؟ عشان تعوم الجنيه. لكن السعودية بتقول للسيسي انه دلوقتي تعويم الجنيه اصبح متأخر جدا ومش مجدي. ليه مش مجدي؟ لانه يا عبد الفتاح انت ما عندكش دولارات ولا تمتلك دولارات، وعندك ازمة كبيرة جدا في النقد الاجنبي. بعدين عمرو بيبلغ السيسي على لسان السعودية رسالتين. الرسالة الاولى انه الحل عندك تبيع الاصول بتاعتك بسرعة عشان تجيب دولارات، فلما تعوم يبقى عندك احتياطي نقدي كويس. والنقطة الأخيرة هو تأكيد للي بتقول السعودية من بداية السنة واللي قاله محمد الجدعان في منتدى ديفوز، لن يعطيك أحد شيء، مفيش حد هيديك أي حاجة يا عبد الفتاح السيسي، السعودية مش هتديك، ولازم تبيع الأصول ووضعك غاية في السوق.
دي مجموعه رسائل سعوديه على لسان عمرو اديب قالها لعبد الفتاح السيسي اول امبارح، محدش انتبه لها خالص، عدت في وسط الزحمه، لكن كان مهم ان احنا نتكلم مع حضراتكم عنها هنا في اخر كلام. بعد الفاصل هنتكلم عن احمد الطنطاوي اللي بيتهم بالتزوير وبيعتقل 8 من انصار الحمله بتاعته او اعضاء الحمله، وبيتهموا النهارده بان هم انتموا لجماعه اثاريه. هنعرف كل ده بالتفصيل ونسأل حضراتكم، السيسي بيتهم طنطاوي بالتزوير، ما رأيك؟ تابعونا. السيسي يتهم طنطاوي بالتزوير، وأنا لما بقول السيسي هنا مش بتكلم على شخص عبد الفتاح السيسي، لكن بتكلم على النظام بأكمله، بقضائه، بشرطته، بنيابته العامة، بإعلامه، بالهيئة الوطنية العليا للانتخابات بتاعته، بكل حاجة طبعا، برئيسه بالمخابرات العامة، بكل حاجة. فالسيسي هنا بنتكلم على منظومة أزعجها أحمد الطنطاوي بشدة، فقررت أنها تخوض معاه حرب. الأسبوع اللي فات كنت بحكي لحضراتكم أن هم عملوا له بلاغ بيتهموا بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، النهاردة لا، حولوا الموضوع لاتهامات بالتزوير، وواضح ان هم مش بس مش هيوصلوه انه يبقى مرشح رئاسي حقيقي، لا ده واضح ان هم ناويين يحبسوه على غرار ما جرى مع ايمن نور في 2005 امام حسني مبارك. تعالوا نشوف الخبر ده مع بعض. للداخليه اللي قبضت على 8 بيزوروا توكيلات لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسيه، وقانونيون بيؤكدوا ان ده تزوير رسمي عقوبته المؤبد. بتتكلم الداخلية ان هي قبضت عليهم في كذا محافظة وتوكيلات خالية من البيانات، والنهاردة قالوا ان هم وجهوا لهم التهمة بالانضمام لجماعة إثارية، وجايبين تصريح لواحد اسمه علاء الدين عبد المجيد خبير قانوني، قال انه اي توكيلات يا جماعة برا الشهر العقاري بمصيرها السجن المؤبد. بسرعة طبعا قام مجلس النواب دخل على الخط سريعا، وطلع اللواء أحمد العوضي. اللواء أحمد العوضي، ما لازم أحمد العوضي يقول الكلام اللي هنقرأ ده. رئيس أمن قومي النواب: تزوير التوكيلات جريمة بشعة في حق الشعب المصري. أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ردا على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة لمرشح رئاسي أنه أمر مرفوض تماما، وفعل لا يمكن قبوله في حق مرشح لرئاسة الجمهورية. يا سلام يا سلام. إنما لما بتنزل الناس غصب واقتدار وبالكرتونة زي ما السيسي عمل، ده أمر عادي جدا. ماشي، قال للوطن إن المرشح اللي بيقوم بالأفعال دي لا نثق بيه يا جماعة، وانتوا عارفين الثقة قد إيه مهمة، والهيئة الوطنية لازم ترفض ترشحه لتزوير التوكيلات، لأن المشاركة في انتخابات الرئاسية بالتزوير أمر مرفوض وغير مقبول، بس بالانقلاب والقتل ده امر محبب جدا ومستحب، واحنا كلنا مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال لك لما حد بيزور هو بيقدم اوراق ترشحه ويكون رئيس جمهوريه، الى اي حد هنثق فيه؟ سياده اللواء طبعا ما بيحبش يعني يثق في اي حد بيزور بصراحه. طيب نروح بقى لاحمد الطنطاوي لما كان بيشرح اصلا موقف التوكيلات الشعبيه دي معناها ايه، وبعدين نسمعه وهو بيطالب انصاره بالتوقف عن هذه التوكيلات بعد ما قبضوا على 8 منهم. نتابع. اطرح فكرتين، فكرة انه يبقى اقرار عادي، اقر انا المواطن فلان الفلاني بان انا بدعم حق فلان في الترشح وكذا، ورجعنا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فلقينا انها لن تعتد الا بنماذج التأييد المعدة من قبلها. استشرنا اللجنة القانونية، وانا شخصيا وليس اقلالا من كفاءة زملائي في اللجنة استشرت 2 من القضاة، أحدهما يجلس على منصة القضاء العادي، والآخر من كبار قضاة مجلس الدولة، ودققت جدا في إنه إزاي يستخدم النموذج ده. وكل اللي عملناه إنه كل اللي بيعمله مواطن مصري في الخارج إنه بياخد النموذج ده ويملاه بإيده، قلنا يعمله المواطن اللي في الداخل وياخده على مسؤوليتنا ان البيانات دي صحيحة، وهنمضي قدام الهيئة بالكلام ده علشان الهيئة تاني تكلف مكاتب الشهر العقاري بانها تستدعي المواطنين دول وقدام الموظف المسؤول تجري عملية التوثيق. ومع ذلك وعلشان
احنا دايما بنربط الالتزامين دول ببعض، وبستأذنكم في انه الشجاعة دون حكمة تهور مش مطلوب. بنطالب كل مؤمن بده من اعضاء الحملة ومن غيرهم بانه يتوقف عن جمع هذه النماذج حفاظا على سلامته، رغم ان ده في تنازل عن حقه. يبقى ده كان احمد الطنطاوي لما تراجع وطالب انصاره بالتوقف عن هذه التوكيلات الشعبية، لانه يعني هيكون ليها ابعاد اخرى. من الناس اللي لازالت مصممة على احياء الامل ومتمسكة بموضوع الامل الدكتور خالد فهمي، اللي نزل وشارك وعمل توكيل لاحمد الطنطاوي. خلينا نشوف صورته مع بعض، لان الصورة الحقيقة عملت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. النهاردة كانت في خطة أحمد الطنطاوي أنه يروح مع مجموعة من رؤساء الأحزاب اللي أعلنوا دعمه، ويذهبوا لمقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ويحاولوا أنه هم يقابلوا المجلس الجديد اللي السيسي شكله بعد ترشحه في مخالفة كبيرة جدا. وقال الطنطاوي أن أنا هروح يوم الثلاث أقابل الناس، أتكلم معاهم، أشوف هم يعني رأيهم إيه في الانتهاكات اللي بتحصل، في التضييق علينا، في موضوع التوكيلات اللي مش عارفين نعملها، وأتناقش معاهم. لكن الحقيقة المفاجأة أن طنطاوي لما راح هناك لقى حاجة غريبة جدا بتحصل. تعالوا نشوف مشاهد أحمد طنطاوي أمام مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات. معلش يا جماعه، والله هم مين دول؟ هم الجماعه دول واقفين بحواجز اداره المرور دي، دول ضباط امن دوله مثلا وضابط الجيش مين دول؟ واقفين كده ليه وبيعملوا ايه؟ يعني دول ايه؟ دول تامين ولا ضباط مرور بيظبطوا المرور مثلا بتاع الناس ولا ايه بالظبط؟ وهم واقفين بيختاروا مين يدخل معاه ليه؟ يعني في مجموعه من رؤساء الاحزاب جايين مع مرشح رئاسي هيقابلوا الهيئه الوطنيه العليا. معلش انا اسف والله، انت مالك؟ انت الاخ اللي انت مين؟ انت جاي مع مين يا ابني؟ انت مين اللي قالك تقف تعكنن على الناس وتغلس عليها الغلاسه دي؟ يا جماعه ايه المهزله اللي ده انتوا كل تفصيله، كل تفصيله صغيره، حتى اللقطه دي فيها مهزله، كل تفصيله صغيره فيها فضيحه، كل تفصيله صغيره فيها غم على دماغكم، فيها ان العالم شايف قد ايه انتوا مجموعه من المسؤولين والنظام بتنتموا للنظام مهزأ فعلا والله. يعني حتى تفصيلة ان الراجل رايح يقابل الهيئة الوطنية خايفين منها. طب ايه ده؟ طب مش معقول يعني حاجة، منظر غريب جدا، وناس واقفة وحواجز، ولا هنعديك، لا تاخد معاك واحد، لا اتنين، لا طب اطلع انت قابله الاول ولو سمح لك انزل هات الباقي. الراجل طنطاوي تحسه خلاص طلعوه من الملة، يعني الراجل خلاص كفروا سيئاته، وقف يا عم الصورة عند وش احمد طنطاوي وهو مكشر. والله الراجل لا، الصورة اللي قبل دي تحسه خلاص جاب اخره. يعني مش معقول يا جماعة، الراجل فعلا لما كنت تسمعه تحسه كان مصدق قوي ان في انتخابات، واخد الموضوع جد، ويحيى الامل وبيانات وبتاع وتوكيلاته. الراجل المشهد ده يعني بصراحة انا اهو الصورة دي
والله العظيم انا اول مره يصعب عليا احمد الطنطاوي بالشكل ده. الراجل ملامح وشه بيقول لك انه حتى المسار اللي انتوا حاطينه وحتى الراجل اللي امن بالمسار بتاعكم وقال لكل الناس لا هنحاول نعمل انتخابات وهنحاول ندخل ونشارك وهنحاول نمشي بالقوانين بتاعتكم، شايفين توصلتوا لايه؟ انت شايف ده واحد شعار حملته يحيى الامل؟ شايف الامل اللي في وشه؟ شايف ملامح وشه بقت عاملة ازاي؟ ده شاب في اول الاربعينات، يعني ده شاب في اول الاربعينات من عمره جاي بيقول لك يحيى الامل انا جاي انزل انتخابات. حضرتك بعد اسبوعين بس شايف وشه بقى عامل ازاي؟ كل تفصيلة بتطلعوا فيها روحه عشان تتعمل، وبتتهموه بالتزوير وبتعتقلوا انصاره. يا راجل الراجل في ثلاث خطابات الاسبوع ده طلع قال لك امي وابويا ما عملوليش توكيل، مش عارفين يوصلوا. يعني انا والله عايز الناس كلها تتفرج على ملامح وشه. ده واحد شعاره يحيى الامل، حضرتك شايف النظام وصله لفين؟ دي لقطة معبرة جدا عن اللي هيحصل بعد يوم 14/10 لما احمد طنطاوي لا يصل. اللي هو ايه؟ اللي هو الحالة اللي حضرتك شايفها دي، حالة من الغضب والسخط وفقدان الثقة، مش هقول فقدان الامل، فقدان الثقة في كل شيء له علاقة بهذا النظام المهزأ. خلاص لا مسار سياسي ولا انتخابات ولا صناديق، انتوا مفيش فيكوا رجاء. الصورة دي وملامح وش الراجل ده بتقول الف كلمة، بتقول فعلا الف كلمة، انه حتى الناس اللي كانت جزء من المنظومة وشارك في برلمانكو ودخل انتخاباتكو وقرر يجي يشارك في انتخابات الرئاسة بتاعتكو، الحمد لله طلعتوه من كل حاجة. برافو يا جماعة، برافو. يبقى اذا اللقطة اللي حضرتك شايفها دي هي بتؤكد اللي عبدالله السناوي وحمدين صباحي كانوا بيقولوه الاسبوع اللي فات، ان هناك انفجار قادم لا محالة لو تم هندسة هذه الانتخابات. دي مش هندسة، لا دي بلطجة. كل تفصيلة بتحصل مع احمد طنطاوي بيقولك قد ايه ده نظام بلطجي، حتى على المسارات اللي هو بيقول انه بيحترمها. اللقطة دي لقطة معبرة جدا، انشروها للناس كلها، خلي الناس كلها تشوف ملامح احمد الطنطاوي النهاردة عاملة ازاي، عشان تعرف ان النظام ده مش بيؤمن باي حاجة غير البلطجة. خليني انقل السؤال لحضراتكم. السيسي يتهم طنطاوي بالتزوير، ما رأيك؟ ونسمع رأي علي من مصر. اهلا بك يا علي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. يعني حضرتك سايب فلسطين وسايب غزه وبتكلمنا عن مسرحيه هزليه بتتم. بقول لك يا علي، بقول لك يا علي، بقول لك يا علي، علي 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 بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، استنى انت. انت اتفرجت على الساعه ونص اللي فاتوا ولا لسه فاتح التلفزيون دلوقتي؟ اتفرجت. طيب خلاص، تعرف تجاوب على سؤال الحلقه؟ ثانيه واحده، مع احترامي الشديد ليك، ده سؤال الحلقه، حابب تجاوب عليه ولا لا؟ لا لا لا، مقتنع بالانتخابات ولا مقتنع. شكرا جزيلا يا علي، اشكرك على اجابتك. معانا ام محمد من مصر، اتفضلي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. الحمد لله. يا دكتور احنا شايفين ملامح وشه. وانا يمكن ست كبيره على قدي، قلت لك من اول الكلام ده يا دكتور، قلت لك مش هيعرف ياكل معاهم مسكين. ده مسكين، دي عصابه حراميه، دي عصابه بلطجيه يا دكتور. هو طلع على العام، على العام، على العام، والدنيا كلها سفته، اوروبا سفته، والمسلمين سفته، والعرب سفته، وجميع الدول سفته. قالك بقينا بنادور ولا معرفش ايه، والبانجو والحاجات ديت، ودي كل واحد 1000 جنيه. ده علني، ده علني كده، ده علني. هو فيه رئيس دوله بيقول كده يا دكتور اسامه؟ فيه في الدنيا رئيس دوله بيقول كده؟ بيهدد الشعب بتاعه علني كده وبيقول هعمل وهخرب مصر وهولع في مصر وهعمل وولع المبنى اللي هي في اسماعيليه دي ولا ما اعرفش فين. وعلى هو في رئيس دوله بيعمل كده يا دكتور على العام كده وعلني كده؟ اتحاسب؟ اتعمل؟ مين اللي هيعمل للطنطاوي؟ مين اللي هيقف مع الطنطاوي؟ مين ده؟ انسان بجبروته، ببلطجيته، بعصابته، بجيشه، بالشرطه بتاعته، بالدنيا بتاعته، بعصابته كلها. هيعمل واحد زي الطنطاوي هيعمل ايه يا دكتور اسامه؟ الطنطاوي ده هيعمل ايه؟ ولا مية زي الطنطاوي؟ ده انسان بلطجي ومعيش البلطجيه كلها.
ده انسان حرام يا ناس، هيسيب السرقه دي كلها ويروح فين؟ هيسيب اللي هو فيه ويروح فين؟ هيروح فين يا دكتور اسامه؟ هيروح فين؟ انا عايز اعرف. مش هيسيبها، هيحبسه وهيبهدله ومسكين. انا قلت لازم ده، لان ينشال من القايمه، لان ينشال من القايمه، لان ما ينفعش اي حد يخش قباله انتخابات والشعب كله. لا بشكرك يا ام محمد جدا، وضحت وجهه نظرك. معانا عبد الحميد من مصر، اهلا بيك. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. اهلا بعد بك. وانا مش هضيف كتير يعني، بس ده واحد مجرم، انت متخيل ايه؟ هيعمل ايه يعني يا احمد طنطاوي معاه؟ ده واحد مجرم ومعاه صبري نخنوخ و100 الف بلطجي نشرهم في الدوله كلها، يقدر يعمل اكتر من كده عشان ما يتنزهش عن الكرسي؟ وهيقتل وهيعمل اكتر من كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منه. شكرا. بشكرك يا عبد الحميد جدا، شكرا جزيلا. حد بيقول لي السيسي اتمسح بكرامته الارض هذا الاسبوع، الراجل مفيش عنده اي نخوه او احساس. طيب رساله كمان، لا دي فيها يعني تجاوز شديد مش هنقدر نقراها خالص. حد بيقول لي تحيه ليك ولاسره البرنامج، لما السيسي بيتهم طنطاوي بالتزوير، طب ليه ما شفناش ولا واحد من المصريين اللي في الخارج عمل للسيسي توكيل؟ ولا المصريين في الخارج كلهم اخوان وعملاء لطنطاوي؟ حد بيقول لي كمان السيسي لما بيتهم طنطاوي بالتزوير ده معناه انه الدنيا حالها اتشقلب. ده سيناريو كلنا متوقعينه وتمثيليه قديمه زي اللي حصل مع أيمن نور، ده شيء متوقع من نظام فاشل وجبان. رسالة كمان بتقول ده اتهام باطل ليس له أساس من الصحة، السيسي هو المزور، في مثل مصري بيقول المش عارف إيه فيك وتقول مش عارف إيه فيك. المثل ده مكتوب لي على فكرة في الرسائل كتير قوي، ربنا يستر وما يعني أجيش أقرأ رسالة كده فأغلط وأقرأ، لأن ما شاء الله كل الناس كاتبه المثل ده. معنا مين؟ طيب معنا أم محمد، أهلا بيك يا أم محمد، اتفضلي. أم محمد، أم محمد، طيب شكرا جزيلا يا أم محمد. معنا علي، أهلا بيك يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام، إزي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. يعني لما راجل يقول لك أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه، يعني الراجل ده فقد شرعيته من ساعة ما قال الكلمة دي. يعني عيب عليكم يا شعب مصر، عيب عليكم والله، ان راجل زي ده بلطجي بلطج علينا ويقول لك اللي هيقرب من كرسي هنسيفه. راجل يعني مختل عقليا لما يصرف موارد الدولة كلها في حاجات حفر ملهاش اي لازمة، والاخر يتهم الراجل الشريف اللي عاوز يحررنا من بلطجته يقول عليه مزور. هو المزور، هو الراجل ده المزور وقزم مصر. ويعني انا مش عارف، يعني رغم ان احنا قمنا على مبارك بثوره، الراجل ده المفروض يعني مع احترامي الشديد، يعني الراجل ده المفروض مش يتقام عليه بثوره، الراجل ده المفروض يتقبض عليه فورا لو في شرفاء جيش وفي شرفاء في الوطن ده من المسؤولين، ما يسيبوش ساعة واحدة على الكرسي. طبعا. بعد ما قال الكلام ده وبهدد الشعب المصري وبهدد، يعني في ايه بعد كده؟ مش عارف الناس المسؤولة ديت عن الدولة سايبينه ليه؟ تمام، مش عارف. علي، شكرا جزيلا ليك يا علي، وضحت الصورة. أبو محمد من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ انا بقالي كتير ما كلمتكش، كنت بعمل عمليه. الف سلام عليك. النهارده الله يسلم عمرك يا رب، انا عايز ابتسامتك مش عايزك تبقى زعلان بالله عليك. اتفضل. لان هي دي البلد، ودي بقت حال البلد. والله ده بقى حال البلد. اللي ينفع كان ينزل في الانتخابات ديت وممكن يلم توكيلات كان يا اما العرجاني يا اما صبري نخنوخ عشان يبقى بلطجي قدام بلطجي. غير ما مش هينفع. والله معاك حق. واللي بيتكلم بقى عايز يتوهنا في هنا وفي هنا، هقول له مثل شعبي بالادب وبالاحترام، كيف البيبسي
يجيب له شاليمون. بشكرك ابو محمد جدا، شكرا جزيلا ليك. مصطفى من فرنسا، اهلا بيك يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا في البدايه نوجه واجب العزاء لاخواننا في غزه، وربنا يرحمهم يا رب، وربنا يكون في عونهم لما يكون رؤساء العرب يدعي عنهم، الله يكون في عونهم. الصوت مش واضح خالص يا مصطفى. طيب شكرا جزيلا يا مصطفى. معنا سلمى من امريكا، اهلا بيكي. اهلا دكتور اسامه، تحياتي لسيادتك والقائمين على البرنامج كلهم. شكرك. طبعا سؤال الحلقه، لا طبعا مش هقدر عليهم. حضرتك شفت من ايام خليه الامل بتاعه العليمي وقبض عليهم وحطهم في السجن، وقبليها يعني كان حسني مبارك، يعني هو كان تايرنت وديكتاتور وكله، بس حبس نعمان جمعه وحبس دكتور ايمن نور، فده هم نهج ماشيين عليه. انا مش مستغربه من المعامله اللي بيعملوا بيها استاذ صنطاوي، انا مستغربه من الرياكشن بتاع الناس، يعني بجد الحركه بتاعته دي ورسالته وصلتنا كلنا، ان الشعب المصري فيه ناس محترمه ولسه فيه ناس عندها القدره تقول لا، وعندهم كونسيبت انهم مش عايزين ثوره، لكن باللي بيعمله النظام الحاكم ده ثوره طبعا. الناس وهتنط في وشه تاني، يعني هي هترجع له، بس هترجع له قاتله. استاذ احمد صنطاوي كويس قوي ان هم ما صفروهوش ولا قتلوه ولا عملوا فيه حاجه، رسالته وصلت وميرسي قوي ليه كده، ويا ريت يطلع يعمل مؤتمر صحفي دولي يعني في المصايب والفضائح اللي حصلت دي. لكن هو قال هيعمل ده فعلا يا سلمى يوم السبت 14 اكتوبر الساعه 2 ظهرا بتوقيت القاهره، قال انه هيطلع في مؤتمر صحفي اما كمرشح رئاسي تم قبوله رسميا من الهيئه الوطنيه العليا، واما كمواطن مصري بيشتكي مجموعه من الخروقات القانونيه والدستوريه، وسيعلن مسار سياسي، وعلى الشعب المصري انه يختار اذا كان معاه او ضده في هذا المسار. الله ينور عليه، وكفايه عليه قوي لغايه كده، الراجل عمل اللي عليه واكتر، ويكفيه قوي ان هو هيبقى رئيس شعبي مش رئيس رسمي للدوله، وهي اصلا مش دوله، هم مجموعه عصابه، وربنا يوفقه واحنا وراه. يعني انا اصلا مش مقتنعه اصلا بالانتخابات دي، بس كنت غلطانه، مش عشان ان هو هيكسب، عشان هي وصلت رساله للناس كلها ان الراجل ده رئيس غير شرعي. ممتاز، مشكورك جدا يا سلمى، شكرا جزيلا. ابو باسل من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور احنا متوقعين من اول يوم، من اول ما قالوا الانتخابات، ان الاستاذ احمد طنطاوي مش هيحصل التوكيله، ده حاجه معروفه. واذا ما كانش السيسي يجي شكل ما كانوا الاخوه الفلسطينيين خدوا اسرائيل كده، مش هينفع. يعني حتى الجيش مش هيتحرك، لازم يجي كده مفاجاه. نفس الشيء لازم نتعلم من الاخوه في فلسطين. يجي مفاجاه، كده مش هيتشال. هيحط نفس اللي هم الكومبارس اللي بيتحطوا شكله كل مره في الانتخابات، وتطلع النسوان ترقص قدام اللجان ونجح. اذا ما كانتش مفاجاه وتيجي مفاجاه مش هيتشال، الا بقى من عند ربنا لو خده. بشكرك جدا يا ابو باسل، شكرا جزيلا. حد بيقول لي عار على مصر ان يكون رئيسها هذا البلطجي، أربع أيام بروح فيهم الشهر العقاري لا أتمكن من عمل توكيل، البلطجية في كل مكان، مسكوا في شباب مضروبين من البلطجي، الأبواب مقفولة، وكلمة السر معلش احنا أسفين، السيستم واقع. حد بيقول يا جماعة السيسي حالته صعبة، الراجل مش بيتهزق جوه مصر بس، لا ده كمان بيتهزق بره مصر، وده لأنه إنسان مهزق. كمغربي والله عيب أن يبقى في مصر من يستمع للكذاب الأشر، هذا زمن الرويبضة. طيب معنا ماهر، أهلا بك يا ماهر. ماهر وطي التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم دكتور أسامة. عليكم السلام، وطي التلفزيون لو سمحت يا ماهر. حاضر وطيته. اتفضل. أنا متابع الحلقة من أول ما حضرتك ظهرت فيها، موضوع ضرب المعبر رفح، يعني كل هذا لا يجدي شيء، لانه في النهايه انت تحت الوصايه اليهوديه او الصهيونيه الامريكيه، يعني مصر تحت احتلال بالفعل، وامره هو ما ياخد اي اجراء ضدهم ولا شيء. انا بس قلت الجزئيه هذه تاكيدا، انا بجاوب على السؤال اللي حضرتك بتتكلم عنه، موضوع التزوير ده كان متوقع مع السيناريوهات اللي بتحصل سواء في الداخل او الخارج،
وبالتالي الناس اللي هي ما قدرتش تعمل تفويض، الضغط راح لي شخص يعني ما قدرتش تعمل تفويض وما قدرتش ترشحه بشكل رسمي، لازم كل المحافظات تضغط على الدولة ممثلة في هيئة العليا للانتخابات فإن هي تقوم بعملية مظاهرات لترشيح السيدي، تضغط على الدولة وعلى مؤسسة الدولة. ده الهدف، ده السبيل أو الطريق. وإلا أنت بتتكلم عن انفجار جاي جاي لا محالة. يعني إذا الناس ما خدتش الاتجاه ده وبينت دعمها اللي يعني كمرشح طالع من الشعب. الراجل كان بيعدي على 3 محافظات كل يوم. الراجل تعب جدا عشان خاطر يوصل للكلمه اللي هو عايز يحققها للناس لكل المصريين. لكن للاسف طول ما احنا بنتعامل مع هذا النظام القمعي سفاك الدماء عمرنا ما هنوصل لشيء معاه. شكرا، لازم يبقى في ضغوط شعبيه. شكرا جزيلا يا ماهر، وضحت وجهه نظرك. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. دكتور اهلا وسهلا. أنا أول مرة أشارك يا دكتور مع حضرتك، والأول بقول لحضرتك كل عام وأنت طيب. وأنت طيب. بالنسبة للمهزلة يا دكتور، بالنسبة لمهزلة التزوير واللي إحنا شايفينه هنا في مصر، ده بيدل على مش انتهاك واحد أو اتنين أو تلاتة، لا، الدولة دولة مؤسسة خلاص، هي حصرت أحمد طنطاوي ومفيش توكيلات. إزاي مرشح محتمل يطلع يقول والدي ووالدتي مش عارفين يعملوا توكيل؟ ازاي يعني نتوقع يعني راجل بالجبروت ده هيقدر يمشي ويسيب الكرسي زي ما هو طالب؟ راجل كل كلامه كذب، كذاب قشر. هنوافق ان هو يمشي كده يقول لك خلاص ماشي انتخابات والصندوق وكلام من ده ويمشي؟ لا طبعا، على طنطاوي ان هو بيسلك الطريق الاخر والشعب يبدا يتحرك معاه. جميل، مفيش حل غير كده دكتور اسامه. اشكرك يا محمد جدا، واضح ان الناس خلاص حتى اللي كان بيتكلم في الانتخابات بيقول لك خلاص يا عمي ما بقاش فيه غير حل واحد. ابراهيم من مصر، اهلا بيك يا ابراهيم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عليكم. قلنا له ان هم تمثيلين الناس دي عارف ان تكتيكهم ما بيتغيرش، يتهموا بالتزوير وهم مزورين، يكذبوا على الناس وهم من اساسا كذابين، واحنا كلام قلنا ما ينفعش مع الناس دي الا الشعب ما يطلع، مهما راح مهما جه الشعب طلع له. والله امبارح كنت بتكلم مع واحد صاحبي بيقول لي يا عم ده يا ابراهيم ده جماعه دولت مش هيطلعوا الا ما يتقتلوا، هم واخدين على ان هم لازم يتقتلوا، وفعلا هو اللي هيحصلهم منهم اللي عملوه بصوت عليهم هيحصل منهم. وهيجي واحد يا ابني عامل فيها بكر ده ما كانش عمل في قادر اسمع كويس ابراهيم، بعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، ما سمعتش اي حاجه والله من اللي انت قلته، انا اسف، الصوت فيه طنين جامد قوي. معانا ام احمد من مصر، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. بس انا عايزه بس اسال سؤال، هو الجيش بتاعنا ده ما بيضربش غير المصريين؟ يعني معبر رفح عمال يتضرب من الاسرائيليين وما بيتحركش نهائي. يعني انا عايز اعرف هو بس للشعب المصري بس؟ برضه سد النهضه ما فيش اي حاجه ومصنف عالميا انه مش قوي وكده، بس انا عايز افهم هو في ايه النظام ده؟ هنفضل صابرين كده ومستحملين كل حاجه غلط؟ تعبنا تعبنا بجد حقيقه، تعبنا واحنا مع طنطاوي، وانا رحت انا واولادي عشان نعمل توكيلات وما عرفناش. ليه مش عارفين نعمل ايه؟ برضه السيستم واقع في الجزائر، في شارع الجزائر في المعادي، فاحنا تعبنا بصراحه، تعبنا تعبنا، وبندعم ربنا ان يرحمنا ان شاء الله. طب ايه رايك في موضوع ان هم متهمينه بالتزوير ده؟ هو لازم اي اختراعات اي حاجه تتعمل عشان هو ما عمره ما بيسيب حد كده، لازم يعني هو غلط، هو كل حاجه بيعملها تزوير وبلطجه واجرام، ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيعلم. والله احنا انا ولادي في المدرسه ما فيش اشراف، والعيال كل يوم مشاكل ما بيدهمش بريك، يقول ما فيش اشراف، مفيش تعليم، مفيش اي حاجه، والله احنا في دمار. طيب بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا. حد بيقول السيسي بيكذب الكذبه وبيصدقها، بيتم تنطوي بالتزوير ليه للدرجه دي؟ هو خايف وحاسس ان الكرسي بيروح منه.
احنا نستاهل اللي بيحصل لنا، لان احنا اللي عملنا للولا شيء قيمة. انا وجارنا والناس في الشارع والمواصلات ما بقاش حد عايز الشخص ده قصده على السيسي. حد بيقول قتل الامل هو شيء سيء، المستقبل مظلم، انا شايف 2010 في اللي بيحصل دلوقتي. حد كمان بيقول في البداية توقعت احداث فلسطين هتستر على السيسي وانضامه، لكن الله جل جلاله كل يوم بيفضحه وبيخلي الناس تعرف حياته. على كل حال معركة احمد طنطاوي مع السيسي لازالت مستمرة، لسه بكرة وبعده والجمعة قبل اغلاق باب الترشح يوم السبت، حضرتك لسه قدامك فرصة تنزل وتقول لعبد الفتاح السيسي لا، تحاول تعمل توكيل شعبي وتأييد حقيقي للمرشح الرئاسي احمد الطنطاوي في معركة احياء الامل المستمرة. صباح الخير.